صباح الخير عليكم البنات. هذا هو اول نهار لي هنايا في القصر الصغير. طلبتوا مني البنات باش نفلوغي ليكم. انا راني ما مولفاش لي فلوغ، مهم قبلوا عليا هذا النهار وصافي. وكنوجه واحد التحيه كبيره 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 من اعماق القلب الكريمه وسميره وامينه اللي ما جاوش هنايا المغرب وملي طلبوا مني باش نفلوغي ليهم. نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبهم. وهانتوما معايا نهار كامل وقبلوا عليا وصافي. غنمشي دابا نمشيو باش نوجدوا الفطور. ايوا الخبز بالخميره البلديه كيرافقني فيما مشيت. احنا دابا وجدنا خبيزات باش نفطروا هذا الصباح. بسم الله البنات، ملي كملنا الفطور توكلنا على الله. غدا نمشيو ان شاء الله لمدينة طنجة. هنا غنمشيو من القصر الصغير وغنهبطو ان شاء الله لمدينة طنجة. نمشيو ان شاء الله لمغارة هرقل وغابة الرميلات. غنبداو بهم هما الاولين. هنا كيف كتشوفوا وصلنا لمدينة طنجة. بالنسبة للبنات اللي ما ساكنينش في طنجة وبغاو يزوروها، هانتوما هنايا لابغيتو تمشيو لمغارة هرقل عندكم هنايا الباركينغ، شفتوا كتخلصوا هكذا 10 ديال الدراهم وكتحطوا الطوموبيل ديالكم تمشيو تساروا على خاطركم، كتبقى في الامان. احنا مشينا شويه الصباح باش تكون ما تكونش الدنيا عامره بزاف، لان في العشيه كتكون عامره بزاف. ها هي المغاره من هنا منين دخلنا. صافي هنا غدا، هنا خرجنا من
من مغارة هرقل، غدا نتجه إن شاء الله لغابة الرميلات. ما صورش لكم بزاف لأن فيها مهم غير الطبيعة، اللي بغى يجي اللي جايب معاه الماكلة ديالو يقدر يبقى تمايا، يعني يدوز النهار كامل. حنا درنا غير دويرة تمايا صافي وخرجنا. صافي هنا وصلنا لغابة الرميلات، الدخيلة ديالها هي هادي. ما صورتش بزاف لان كانوا الناس بزاف وما بغيتش نبرزط الناس. مهم هنا راه تقدروا كاينين بلايص فيهم طبيلات وكراسة اللي بغى يجيب معاه البيكنيك ديالو. كاين كل يعني كاينين حتى كل شجره كيحطوا حداها واحد البانو اللي كيشرح لينا مثلا هاد الشجره السميه ديالها ومنين جايه الى اخره. صافي ضربنا واحد الدورات، مشينا مزيان، ومن بعد غدا نتجه ان شاء الله نمشيو نتقداو، نمشيو للمرجان. صافي هنا وصلنا المرجان، صورت لكم هاد الكيسان لان كنقلب على دي على كيسان بالدوغي. راني دابا عي كنشوف، باقي ما شريتش، هي تنشوف كنبقى فيما مشيت كنشوف لان حنا معاه كنبقاو يعني مده ما تنجيوش ما كنعرفوش الجديد. حنا دابا كنشوفو كنساريكم معايا، باقي ما خديتش. صافي عجبوني حتى هاد الطبيسلات هادو، ما شريت حتى شي حاجه في الصراحه، غير تقدينا داكشي ديال الماكله وداكشي ديال الصابون والى اخره. هي كنشوف حاليا حتى الاخر عاد كنقرر شنو ناخذ. صافي من بعد دخلت حتى المجازة ديال ياتو. هنا هذا غير واحد صورت لكم، هنايا هاد البنت هادي كدير املو كطحنوا لك في المركز التجاري اللي كاين في طنجه، فين كاين مرجان وفين كاين لي مغازا كاملين. ومن بعد كيف قلت لكم دخلت هنايا ياتو، شفت شنو عندهم كم جديد. صافي حتى هو راه ما شريت حتى شي حاجه، غير شفت وصافي. حتى الاخر عاد باش من يعني باش نشري الحاجة وأنا متأكدة منها، كان بغينا نشوف شنو كاين وعاد في الأخر عاد كنشري. هنايا من بعد جينا نتغداو. هنا لو بغيتو تشوفوا هاد، لأنني رجعنا للقصر الصغير لأن بغيت نتقطع داك السوق اللي في القصر الصغير، فيه داكشي طري داكشي باش رجعنا هنايا. هنايا هاد الغيستورون هذا فيه غير الحوت، تقدروا تطلبوا منه الا كنتو ما كتاكلوش المقلي، تقدروا تطلبوا منه اما يشويه لكم اما يقليه لكم. حنايا خلطنا لان كاين فينا اللي كيبغي المقلي وكاين فينا اللي كيبغي المشوي، بحال دابا انا كنبغيه مشوي. صافي هذا مكان مهم لو بغيتو الا كنتو دايزين من هنا ولا شي حاجه، ها هو تاخذوا غير السميه ديالو، سميتو مطعم النخيل. وكيف كتشوفوا راه كيحطوا لكم مقبلات وعاد كيحطوا لكم هكذا، يعني كتختاروا داكشي اللي بغيتو. الا بغيتو يعني الحوت يكون كله مشوي يعني ممكن تاخذوه كله مشوي. هنا هبط لهداك السوق اللي كيعجبني بزاف هنا في القصر الصغير، هو ان داكشي الطري هاد العيالات اللي كيبيعوا هادشي غير داكشي كينوض عندهم غير في البحيره ديالهم كيجيبوه يبيعوه هنايا. عندك الزيتون يعني ديال الدار، الزيتون هنا خديت الرجله، غدا نشارك معكم ان شاء الله الفيديو القادم الطريقه ديالها.
يعني بالنسبه للخضره انا ما خديتهاش في السوبر مارشي، جيت خديتها كلها هنايا. كاين حتى هنايا العيالات كيوجوا كيجيبوا هاد كيجيبوا الخبز يعني مصيب ديال الدار، ديال الشعير والقمح. صافي تقدينا داكشي اللي خاصنا ورجعنا الحمد لله، رجعنا حتى العشيه وقيلة مع المغرب تقريبا. مع المغرب صافي كيف شفتو غير دخلت للدار لقيت الخميره فاضت مع الصهد، صهد بزاف. شوفوا شو وقع عليها، قلت نصورها لكم. ونتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم. الا عندكم اقتراحات ما عليكم الا تخلوها لي اسفل الفيديو، والى فيديو قادم ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.